معنا فاعل جمعوي هنا بسيدي موسى مجدوب بهذه الجماعه القرويه، انت كمتشبع للشعب المحلي يعني كيفاش الدوره ديال اليوم؟ والدوره ديال اليوم في الحقيقه كسابقتها من الدورات اللي دازوا، وحنا كيف تعرف الجماعه كبنايه هي موجوده كيف كنقولوا شحال هذه، ولكن المنتوج اللي كنتسناو من هذه الجماعه ومن الناس اللي كيمثلوها ما كيرقاش التطلعات اللي كتمناها وكترقى اللي باغيها الساكنه، وبالتالي الدوره ديال اليوم كيف قلت بحال سابقتها، لان الحصيله اللي لهذا المجلس في حد ذاته حصيله اللي لحد الساعه هي زيرو. نقدر نقول كاين التباهي بالفائض، وهذا الفائض هو في الحقيقه تعبير عن عجز الرئيس في تدبير الخصائص وفي تدبير ما رصد من ميزانيات الفائده القطاعات اللي هي معنيه، فكنظنوا ما كتنجس وكترجع الفائض، وهذا ما كيعبرش في الحقيقه على انجاز، هذا عجز في تدبير الخصائص. يمكن الدوره كيف قلنا وما ينتج عنها في الحاصله ديالها والانعكاس ديالها على مستوى البشر والحجر، ما كاينش مؤشرات ديال التنميه اللي يمكن تكون واضحه في هذا الاتجاه هذا. وإلا خديتي بعين الاعتبار فكانوا هنا نقاشات حاده في هذه الدوره هذه، وكان مشكل ديال المحاضر بقوه اللي في الحقيقه هنا هذا القطاع هذا كي يعني كاين فيه عدة متداخلين من بينها الجمعية ومن بينها الجماعة زائد المكتب، يمكن هنا كان التملص ديال الأطراف المتداخلة وكتبقى الجمعيات كتسير وكتدبر هذا الشأن بالطرق ديالها وبالمعايير ديالها، مما أثر سلب على النتائج وعلى الخدمات المقدمة للساكنة. اليوم تبت الفشل ديال هاد الجمعيات في التسيير نظرا لعدم مصاحبة ديالهم، ولاو الجمعيات كيطالبوا بمساعده لا من المجالس وهذا، باش على الاقل تزود الناس بهاد الماده الحيويه اللي هي ضروريه كتساوي الحياه، وعلى الاقل كتنقص على الناس المعاناه النفسيه والمعاناه اللي هي معاناه تحت الاكراه في الحقيقه. كنا كنتمناو على انه تفعل المواد المنظمه، المواد اللي هي في القانون التنظيمي ديال الجماعات، خصوصا الماده 119-120 اللي كتخول الجماعات الاشراك ديالها مع الديمقراطيه التمثيليه ويحقوا هذاك التكامل المنشود. لحد الساعه هاد الهيئات وهادو مازال ما تفعلوش، مازال وعود وحبر على ورق كنتسناو التفعيل ديالها. وشكرا.